وقت لو واحد مغربي قدامي هكذا نحاولوا باسبور وربطوا له يديه ربطوا له رجليه رموه في الواد، نقول لك خويا والله غير معاناه كبيره في الطريق، وربي يطلق صراحه خاوتنا اللي راهم في البوسنه واللي راهم في الترك واليونان، وان شاء الله يا خويا كل واحد يسهل له الطريق هذه يا خويا. والله غير الرحله ديالي الاخرى ما نحكي لكش فيها بزاف. انا جيت من تركيا لليونان ضرب فيها 6 شهور في تركيا، ضربونا الاكراد قريساونا رجعونا بلا قش الناطور تبع اليونان، نحاولنا كاع قشنا شحال من خطره 16 خطره ويعاود يرجعونا هكذاك من الواد، وقتلوا واحد مغربي قدامي هكذا نحاولوا باسبور وربطوا له يديه ربطوا له رجليه رموه في الواد. لا لا السلطات اليونانيه الناطور. ايه تركيا لليونان، فات تركيا لليونان ودخلنا تيسالونيك الحمد لله وجوزنا ياماتنا ثم ثاني من ثم دخلنا لالبانيا سهله وكوسوفو سهله سيربيا سهله ومن سيربيا البوسنا واعره شويه ثاني كيف كيف سهله دخلنا نورمال سهلنا ربي، بصح في البوسنا ثاني واعره مقبره المهاجرين 11 شهر ثم الكروات وسلوفينيين يحكموك سلوفينيا يرجعك كرواتيا كرواتيا يعاود يرجعك البوسنه تكره حياتك ثم ما عندك شيء. بصح الشعب تاع البوسنه الحمد لله والله غير زوين تاكل تشرب ما تجوعش ما يخصك والو والحمد لله 11 شهر الحمد لله كي خرجنا وربي يطلق صراحه خاوتنا اللي كاين اللي عنده عامين كاين اللي عنده عام عندها واحد سمانه مات واحد مغربي زاكي الله يرحمه من اكادير ربي يرحمه مات في الواد تبع سلوفينيا وحنا كي خرجنا رحله تاعنا الاخرى واحد سطايفي ثاني وقريب ما تخسلكنا الحمد لله يا ربي وربي يطلق كاع صراحه خاوتنا اللي راهم في البوسنه في عندي بطاقه تاع سلوفينيا والحمد لله الحمد لله هذه هي اللي سلكتناكم ماشي هذه ما نخرجوش من البلاد هذيك درنا ازيل هاي ليك درنا ازيل وعطاونا البطاقه هذه بهذيك كملنا دخلنا بها للطاليان نورمال عادي قطعنا في البيس ودخلنا نوفو غوريزا ودخلنا الطاليان ودروك رانا في ميلان والحمد لله. واش نقول خاوتي انا خاوتي نقول لكم اللي حاب يجي طريق هذه والله ما سهله والله ما سهله والله غير واعره صحتك تريسكي ووالديك ما يتهناوش وراك بين الموت والحياة والله فيها بزاف صوالح فيها بزاف معاناة وربي يستر ربي يسترنا ويستر ان شاء الله هذو اليوم باقيين في الطريق ان شاء الله يا خويا يسهل على كل واحد.